أهلا بكم إلى نشرة ثانية نبدأها بالعناوين. البلطجة والفوضى لتجنب الخسارة، نواب تقدم يفتعلون مشاجرة بالأيادي والألفاظ النابية في جلسة انتخاب رئيس البرلمان، ويعطلون حسم استحقاق المكون بسلب إرادة ممثلي الشعب. نواب يتحدثون عن ليلة الفوضى المفتعلة في البرلمان. تقدم أدرك الخسارة في التنافس على رئاسة البيت التشريعي فلجأ إلى العراق، وتلميحات برلمانية إلى وجود يد ثالثة لاستدامة الأزمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شهد مجلس النواب الليلة الماضية فوضى مفتعلة في البرلمان وشجارا افتعله نواب التقدم لعرقلة الجولة الثالثة لانتخاب الرئيس. ماذا جرى في ليلة الجلسة الخامسة للانتخاب والتي كان من المؤمل فوز المرشح سالم العيساوي بغالبية الأصوات ضمنها؟ هذا ما نتابعه في التقرير التالي. اشتباك بالأيدي وشتائم، فوضى أحدثها نواب تقدم يترأسهم هيبة الحلبوسي في قاعة التشريع. قد يحدث هذا في جميع برلمانات العالم، لكن أن يكون مصاحبا لانتخاب رئيس البرلمان أحد أركان العملية السياسية وصاحب ثالث الاستحقاقات الوطنية، فهذا لم يتكرر إلا في مجلس النواب العراقي. سادة النواب، رجاء المكان، أماكنكم رجاء. ليس وجها للديمقراطية يقول مشرعون، وإنما بلطجة الخاسر الخائف من فوز من يمثل الأغلبية. وبحسب غالبية النواب فإن الخاسرين افتعلوا الأزمات مجددا لسلب إرادة بيت التشريع وضرب الاستحقاقات والضغط لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس أو ربما ترك الوضع على ما هو عليه الرئاسة بالإنابة. وتلك قصة أخرى يقول عنها نواب إنها تستهوي بعض الكتل السياسية أملا بالسيطرة على البرلمان. وبالعودة إلى القصة فإن الجولة الثالثة لانتخاب رئيس البرلمان كانت ستشهد فوزا محققا للمرشح سالم العيساوي صاحب أعلى الأصوات في الجولة الثانية أمام مرشح تقدم ودولة القانون محمود المشهداني. وهنا يقول نواب إنه قبل المباشرة بالتصويت هدد النائب عن تقدم هيبة الحلبوسي بمنع التصويت بالقوة، وبذا يكون قد منع المجلس من ممارسة واجب دستوري، وهذا حنث باليمين الدستورية ينهي عضويته في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يتخذ ما يلزم ليسترد هيبته. لم يقتصر الأمر على التهديد، بل انتقل المشهد بعدها إلى اعتداء النائب هيبة الحلبوسي على النائب ورئيس تحالف العز مثنى السامرائي والنائب أحمد الجبوري، وهنا ضاعت مطرقة الرئيس في معمعة الفوضى. وفيما يؤكد غالبية النواب أن المرشح لرئاسة البرلمان سالم العيساوي هو مرشح المكون ومن خلفه الأغلبية النيابية، يشيرون إلى أن محمود المشهداني الذي خسر ثلاث جولات سابقا هو مرشح الأقلية الذي لم يكتب له الفوز بحسب لغة الأرقام. وعزى أعضاء في مجلس النواب ما حصل في جلسة أمس إلى إدراك التقدم لخسارة جولة انتخاب رئيس البرلمان، فلجأ إلى افتعال الفوضى والاشتباك، فيما لمح بعض النواب إلى أن رئيس البرلمان بالإنابة له يد في تأخير حسم استحقاق المكون. الأخوة في التقدم يمكن رأوا أن المعادلة ليس في صالحهم، ولذلك طالبوا بشدة بتأجيل الجلسة وعدم إجراء الجلسة والمضي بإتمامها لحين تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وبعد مناقشات طويلة أرادوا أن يخرجوا، وفي طريق خروجهم حدثت ملاصنات وبعض المشادات مع النواب آخرين، وأدت إلى مشاجرات تطورت إلى أن تدخل بها أيضا النواب آخرين من كتل الشيعية. أيضا رئيس مجلس النواب باعتبار أنه صار عنده عدة انتقادات في وسائل الإعلام باعتبار أنه هو هو المسبب في تلكو أو في تأخير يعني بتحكم بأنه بإنهاء هذه الملف أو ترشيح أحد النواب هذا الموضوع باعتبار هم أو الرئاسة هو السبب في هذا الموضوع. فأصر الأستاذ محسن مندلا بعقد الجلسة، ولكنه نواب التقدم صارت خلاف بينهم وبين نواب السنة فيما بينهم، وصارت العركة وتأجلت إلى إشعال آخر.
وقال رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر أن النواب في جلسة التصويت على منصب رئيس البرلمان قدموا نموذجا مثاليا للممارسة الديمقراطية والاحتكام إلى صندوق الاقتراع لمنح الثقة لأحد المرشحين. وأكد الشيخ الخنجر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل أن لجوء البعض إلى افتعال الشجار أثناء انعقاد الجلسة والاعتداء على أحد قادة الكتل وردة الفعل من قبل أحد النواب أساء إلى السلطة التشريعية والنظام، مشيرا إلى أنهم قدموا نموذجا فوضويا لا يليق بالعراقي وشعبه. وكانت الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت فوز المرشح سالم العيساوي ب 158 صوتا مقابل 137 صوتا للمرشح محمود المشهداني. الجلسة التي حضرها 311 نائبا شهدت أيضا حصول المرشح عامر عبد الجبار على 3 أصوات وسط تسجيل 13 صوتا باطلا، وفيما لم تحدد رئاسة البرلمان بالإنابة موعد الجولة الثالثة وألمحت إلى تأجيلها، جمعت الغالبية النيابية تواقيع طالبت باستمرار الجلسة وعقد الجولة الثالثة لانتخاب الرئيس والتي عقدت بالفعل ثم رفعت إثر الشجار والفوضى التي افتعلها نواب التقدم. أكثر من نصف عام وكرسي رئيس مجلس النواب بلا رئيس أصيل. يو تي في تعيد تذكير بأبرز محطات البرلمان منذ تشرين الثاني الماضي وحتى آيار الحالي. سبعة شهور من شغور منصب رئيس مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في 14 من تشرين الثاني 2023 إنهاء العضوية البرلمانية لمحمد الحلبوسي بقرار بات وملزم. جرت محاولات عدة لانتخاب رئيس مجلس النواب تمثلت بأربع جلسات وقد باءت جميعها بالفشل، أبرزها جلسة كانون الثاني الماضي حيث تنافس على الفوز المرشحان الأبرز آنذاك شعلان الكريم عن حزب تقدم وفي وقتها حصل على 152 صوتا وسالم العيساوي مرشح السيادة ب 97 صوتا، بينما حصل المرشح الثالث محمود المشهداني المدعوم من دولة القانون حصل على 48 صوتا ما أخرجه من دائرة المنافسة لكنه عاد إليها بعد انسحاب الكريم بموقف سياسي. في 6 من أيار الحالي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يتضمن الحكم بعدم صحة فقرة تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء بعد مفاوضات سياسية مكثفة شهدتها المرحلة الماضية. تقرر عقد جلسة خامسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وحسم المنصب التشريعي الأبرز وفق الاستحقاق والعرف السياسي. ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. بيان للمحكمة ذكر بأن الحكم بات وملزم للسلطات كافة لأن النص المطعون فيه جاء منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أيا من أحكامه،
ووفقا للبيان تنص المادة على أنه في حال بقاء مقعد واحد مخصص للنساء كوتا، وكانت هناك قوائم حصلت على 3 مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة، فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على 3 مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على أعلى الأصوات من النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من تلك القوائم. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في أحد الخانات الأثرية داخل سوق القلعة التاريخي وسط كركوك. المتحدث باسم الدفاع المدني قيس عبد الرزاق ذكر في تصريح صحفي أن الحريق ألحق أضرارا بعشرات المحال التجارية والمخازن الصغيرة، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة أسباب نشوب النيران. مبادرة عشائرية لمنع المغالاة في فرض الفصول عند التقاضي بين المتخاصمين، هذا الملف بعد قليل ابقوا معنا. الالتزام بالسنن العشائرية الموحدة المقبولة شرعا وغرفا هي ما تسعى إليه مبادرة عشائرية لمنع المغالاة في فرض الفصول عند التقاضي بين المتخاصمين، وذلك من باب رفض جميع الأعراف الدخيلة التي تسيء للعشائر عبر ما يعرف بتهذيب السنائن لمواجهة أعراف تتنافى مع الدين والقانون وحقوق الإنسان، إلى جانب الدعوة لتشريع قانون ينظم عمل العشائر وسنائنها. وثيقة للإصلاح العشائري أعلنت في البصرة لتنظيم عادات التقاضي بين العشائر المتخاصمة بما يتوافق مع الدين والقانون وحقوق الإنسان. الوثيقة تضمنت نقاطا عدة أبرزها تهذيب السنائن العشائرية وعدم المغالاة في الفصول، فضلا عن تغليب لغة الحوار في حل النزاعات والمشاكل العشائرية. توحيد الكلمة ونبذ الطائفية. الإصلاح العشائري عنوان وثيقة أعلن عنها عبر مؤتمر في البصرة هدفها تنظيم عادات التقاضي بين العشائر المتخاصمة. الوثيقة نصت على نقاط عدة منها تهذيب ما تعرف بالسنائن العشائرية والالتزام بديات تنسجم مع الشريعة الإسلامية ورفض المغالاة، فضلا عن الاحتكام إلى الحوار في حل الخلافات بعيدا عن السلاح. نعلن لكم ومن خلالكم عن وثيقة الإصلاح العشائري والتي تتضمن النقاط التالية: أولا، تهذيب السنائن العشائرية والالتزام على سنين عشائرية موحدة مقبولة شرعا وعرفا. ثانيا، الالتزام في الديات والفصول العشائرية التي تنسجم مع الشريعة الإسلامية الحقة ومنع ورفض الغلو والمغالاة. ثالثا، تغليب لغة الحوار في حل النزاعات والمشاكل من أجل تدعيم السلم الأهلي والمجتمعي. ولم تكتفي بعض العشائر بهذه الوثيقة المرهون نجاحها بالالتزام بتطبيقها، وإنما دعت إلى ضرورة تشريع قانون ينظم عمل العشائر وسنائنها، وتقر بأن بعضها لا ينسجم مع الدين والقانون وحقوق الإنسان كزواج الفصلية، وهو عرف عشائري يتم خلاله تزويج إحدى نساء العشيرة المعتدية لرجل من العشيرة المعتدى عليها. اليوم موضوع الفصلية بدأ ينحد من عدة، ووصلت نسبة إلى 90% 95% موضوع الفصلية انحد من عدة. واليوم المفروض يعني الدولة تبدي بتشريع قانون العشائر، وقانون العشائر يجب أن يعد ويصاغ صياغة صحيحة، ونبدي بتغيير أكو أمور هي اللي قلنا عليها السنائن الغير صحيحة.
وتواجه أعراف عشائرية تتنافى مع الدين والقانون وحقوق الإنسان عقوبات غليظة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات ومكافحة الإرهاب. ومثال على ذلك ما تعرف بالدقة العشائرية، إذ تصل الأحكام بحق مرتكبها إلى السجن المؤبد. احنا السنة والاعراف فصول يعني كان لها حد معين، الان تغيرت يعني صارت من هبوده بياخذ كل من برايه وبعقله وبقوته، فالمفروض تكون سنين تتعدل ثابته واعراف ثابته. الدستور منح اعترافا قانونيا بالعشائر في المادة 45، إذ نصت على حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون ومنع أي أعراف تتنافى مع حقوق الإنسان. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. لا ينحصر رفض الأعراف الخاطئة والممارسات الدخيلة على المجتمع في عشائر البصرة فحسب، إذ تسعى عشائر سائر المحافظات لإنهاء ظاهرة الدقة العشائرية حتى خلت محافظات عدة من تسجيل هذا النوع من التجاوزات. قد تختلف بابل عن بقية المحافظات، فهي تخلو من الدقات العشائرية بحسب الأجهزة الأمنية، وعشائرها تعتمد أعراف ثابتة في تعاملاتها العشائرية. أما الفصول المليارية فعشائر بابلة في وجودها وتؤكد عدم القبول بها، وشيوخ العشائر يؤكدون نيتهم إصدار سانية جديدة ستعلن قريبا للحد من الظواهر السلبية التي تسيء إلى العشائر بحسب تعبيرهم. حقيقة الفصول المليارية عندنا ما موجودة إن شاء الله، والشيوخ هنا أصلاء كلهم في بابل، وماكو ناس جاية ملتحقة علينا جدد، وفصولنا مرتبة وسواني ثابتة. في النية احنا دا نكتب ثانية هنا حتى نمشيها على بعض الشيوخ العشائر الموجودة، وان شاء الله راح تكون نعطيها للإعلام لحضراتكم. ويشير شيوخ عشائر بابل إلى أن رفضهم للفصول المليارية جاء بسبب قيام كثير من المواطنين ببيع منازلهم وما يملكون لأجل سد الدية أو الفصل العشائري، وهذا ما رفضته عشائر بابل. في المثنى تفرض العشائر فصلا كبيرا على من يقوم بالدقة العشائرية لمنع تكرارها، أما الفصول فتراعي الواقع من دون مغالاة، ومن يتعمدها تفرض عليه قوانين خاصة للحد من الجرائم. لم تسجل المحافظة هذا العام أي دقة عشائرية، ما يعكس فرض قوانين صارمة لمنعها، فطبيعة العشائر هنا تفرض أمنا خاصا بها، والفصول محددة بقيمة معينة تتناسب مع كل جريمة يقوم بها أفراد العشيرة. عشان مثلا لحد الآن ما عندنا أي دقة عشائرية، يعني عندنا اكو مشاكل، ماكو منطقه مثلا من المشاكل، بس كدقع عشائريه وكفصول مغاله بها لا ما عندنا. احنا نختلف، قلت لك فرات الاوسط نختلف عن باقي المحافظات، عندنا قوانين دستور وفصول وديات يعني حسب الحدث. ندعو للجميع العشائر جميع المحافظات على الغربيه وفرات الاوسط الجنوبيه ان تتحد وتتفق على فصول واحده، فصل واحد وديه واحده. قانونان للعشيره الواحده في المثنى، يحكمها الاول من الداخل لحل مشاكلها، واخر يحكمها مع العشائر الاخرى، يفرض على افرادها فصولا محدده لردع المخالفين او المعتدين بين العشيرتين. حصة واسط من جولات التراخيص الأخيرة كانت 4 رقع استكشافية، 2 مشتركتان مع ميسان والديوانية، فيما تسعى واسط لاستثمار أمثل لطاقتها. 15 حقلا نفطيا في واسط، 2 منهما مشتركان مع بغداد وديالة. بحسب الحكومة المحلية فإن عدد الحقول هذا لا يتناسب مع كمية النفط الموجود في باطن أرض المحافظة. جولات التراخيص الوزارية الجديدة ضمنت للمحافظة 4 مشاريع نفطية، 2 منها مشتركان مع ميسان والديوانية، والباقي داخل الحدود الإدارية، في وقت تتحول يوما بعد آخر مناطق شرق المحافظة الحدودية إلى مناطق نفطية مثل الظفرية وزرباطية. هذه المشاريع توزعت على تقريبا 12 محافظة، من ضمن هذه المحافظات هي محافظة واسط. كانت حصتنا في هذه من هذه المشاريع تقريبا
مشروع زرباطية والظفرية ضمن محافظة واسط، وأيضا مشروعين مشتركين مع الديوانية وآخر مع العمارة. الحقول الجديدة بحسب الحكومة المحلية ستضمن بيئة مناسبة لإنشاء شركة نفط واسط التي تطالب بها الجهات الرسمية منذ أكثر من 10 سنوات، فضلا عن إنشاء مصفى يضمن صناعات تحويلية للمحافظة التي تستورد بشكل كبير القير من مصافي الدورة والناصرية، واللي هي راح تفتح أبواب مهمة لمحافظة واسط من حيث المحافظة مؤهلة تأهيل تام أن تتحول إلى شركة نفط واسط، واللي هو مطلبنا الأساسي كحكومة محلية واستراتيجي. وأيضا المحافظة مهيئة بشكل تام أن يحال فيها مصفى استثماري ومعمل بتروكيمياويات. قرابة 80,000 برميل نفط تنتج المحافظة يوميا من حقلي الأحدب وبدرة، ورغم هذا الإنتاج فإن المحافظة لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب توقف أكثر من 140 بئرا نفطيا بسبب تأخر عقود الاستصلاح والمضخات في أبراج شرق المحافظة. من واسط، حمزة الأسدي، UTV. بطراز معماري إسلامي يلفت الأنظار، الفلوجة تفتتح مساجد بتصاميم هندسية مستوحاة من تاريخ الحضارة الإسلامية وتجمع الحداثة بالكلاسيكية المعمارية. بطراز عمراني لطيف يجمع الأصالة والحداثة للمباني، تشهد مدينة الفلوجة افتتاح مساجد جديدة راعت تصاميمها التوجه السائد الحالي في البناء بلمسات عباسية وأندلسية. تعمدنا أنه ندخل التصاميم الحديثة ونبتعد عن التصاميم التقليدية اللي دائما يعني نشوفها بمساجدنا. المصمم المعماري جمع بين الحداثة اللي موجودة تواكب التطور الحالي اللي موجود بعصرنا وبالتصميم التراثي اللي يعتمد على التصميم الأموي اللي هو مشابه للتصميم الأندلسي. إلى الجانب الهندسي تراعي التصاميم المعمارية هذه الجانب الروحي وتحيطه ألقا فنيا يولد جوا هادئا لمعتكفي المساجد. طراز رائع جدا، حتى مسألة الإضاءة، مسألة الباحة في المسجد، مسألة المغاسل أخذت بها طرازات ولمسات عثمانية، حتى يعني صراحة المصلي عندما يدخل يجد وسائل الراحة كلها موجودة في هذا المسجد، فيتسنى له أن يتوضأ وضوء الأطفال وأن يصلي صلاة العجائز وأن يجعل روحه متصلة مع الله. عشرات المساجد التي شيدت مؤخرا تمثل أيقونات عمرانية شاخصة تعكس نهضة جيل جديد يواكب التطور الحاصل في المباني ومنها الدينية، ففي القريب عشرات المساجد بذات الطراز ستشهد افتتاحا داخل سائر الأقضية. نبيل عزامي، UTV، الأنبار. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.